حضرتك وجود الدول دي هل عائق متعمد ولا عائق طبيعي للعلاقات المصرية وبصراحة شديدة اللي ممكن تبنى مع شقائنا في أفريقيا؟ لا شك حتى عهد قريب ربما حتى الآن، لأن المسألة توقف على حسن النوايا وما يمكن أن يتحقق من تحسين في العلاقات ما بين مصر والدول العربية مع كل من تركيا وإيران، وإن كان الموقف بالطبع مع إسرائيل يزداد تعقيدا. تقديري حتى الآن كان هناك توجه غير حميد من جانب كل من تركيا وإيران تجاه مصر وتجاه الدول العربية بصفة عامة، لولا مؤخرا طب حدث. حتى لو التوجه حميد، ما هو لهم مصالح في افريقيا، هل لما فيش دوله هتقف مصالحها؟ لا كان غير حميد، لا يعني حتى لو بقى حميد مش هيتوقف محاوله الوجود في افريقيا لمصالحهم الخاصه، مش على الاقل مش لمقاومه مصر. انا اقول لحضرتك يعني شيء طبيعي ان كل هذه القوى الاقليميه لها مصالح وتسعى الى مصالحها، مظبوط. فبدل من يكون هناك نوع من التعارض والتصادم فليكن تعاون. وارد ليه لا؟ وارد هذا، خاصة كما ذكرت ان اذا حدث نوع من التعاون الافريقي العربي، خاصة انه في مؤتمر قمة افريقيا عربي سيعقد في جدة قريبا. صحيح. ومصر والدول العربية اتجهت الان الى ان تكون علاقتها مع ايران وتركيا علاقات فيها انفتاح وفيها ايجابية اكثر، واعتقد ان العلاقات ما بين مصر وايران وتركيا بتسير ولو بارهاصات حالية تجاه تحسين العلاقات وتطبيعها بشكل افضل. إذا تم خلق هذا المناخ الذي أصبح في المنطقة العربية قدر أكبر من الأمن والاستقرار بحلحلة مشاكل زي اليمن وزي ليبيا وزي سوريا، وخاصة أن الجامعة العربية مؤخرا في المؤتمر الأخير يعني استحدثت أولا نهج جديد فيما يتعلق باتخاذ القرارات وهو التوافق، وأيضا اهتمت بأن يكون حلول القضايا العربية تم حلها في إطار عربي بل وصل انها حددت اليات للمتابعه والتنفيذ بالنسبه لكل القضايا التي طرحت هناك، فضلا حتى عن سد النهضه وموضوع الامن المائي العربي. فاذا الدول الجوار هناك فرصه في ان ندفع في هذا الاتجاه بان تكون العلاقات ما بين الجانبين علاقات تتعلق بالامن المتبادل، تتعلق بالتعاون وليس التصادم، تتعلق بالمصالح المشتركة ما بين الجانبين وبين الجانب الأفريقي، وممكن يكون هناك تعاون مثلا مصري تركي إيراني في دولة أفريقية أو مصري مع الإمارات ومع السعودية. نحن الآن نرى أن هناك تحرك عربي بيشمل الرباعية العربية، مصر والسعودية والأردن والعراق. صحيح. مثل هذا التحرك أعتقد يمكن أن يجعل من العلاقات ما بين دول الجوار وبين الدول المنطقة العربية أفضل مما هي كانت عليه. عايز أشير لنقطة مهمة جدا، أن في القارة الأفريقية هناك ما يقرب من 10 دول عربية وبعدد سكان يتجاوز نصف عدد سكان الدول العربية. هذا يعني أن إمكانية أن تكون هناك علاقة عربية أفريقية كما تحدثت ويصبح وكأنها قطب جديد، هذا أمر وارد وأمر محتمل ويجب أن نستغله ونستثمره في ظل التطورات اللي بيشهدها العالم على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي وظهور نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، فيجب أن يكون هناك قطب عربي أفريقي وسط هذه الأقطاب.